في مدينة جدة السعودية بحث الملك سلمان بن عبد العزيز آخر المستجدات مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي. مصادر مطلعة كانت كشفت للميادين أن العراق يتحرك باتجاه تقديم مبادرة للوساطة بين الرياض وطهران، وأن عبد المهدي قد يحمل مبادرة الوساطة خلال زيارته. وعن تلك الزيارة وخلفياتها وكل ذلك سيحدثنا الآن زميلنا عبد الله بدران مدير مكتب الميادين في العراق. مساء الخير عبد الله، ونريد أن نعرف منك بعض التفاصيل حول هذه الزيارة. هل فعلا هناك ورقة؟ هل فعلا هناك مسعى جدي من العراق لتقريب وجهات النظر بين السعودية وإيران؟ مساء النور لانا. يعني وفق المعلومات، العراق يسعى لان ينتقل من سياسه النأي بالنفس الى سياسه المبادرات، وهذا طبعا هدف واضح في السياسه الخارجيه منذ ان شكل عادل عبد المهدي هذه الحكومه. تحرك الرجل خارجيا، عمل وعقد عفوا اكثر من اجتماع خارجي، منها ما عقده مع الملك الاردني والرئيس المصري، وتحرك خارجيا بهذا الاتجاه. هو يحاول في سياسته الخارجيه ان يثبت دورا للعراق بعيدا عن سياسه النائي بالنفس التي يريد وكانه يريد ان ينقدها، ولكن يحاول ان يغادرها بهذه الخطوات. العراق يجد نفسه ليس فقط سيدفع ثمن أي شرارة ستندلع في حال التصعيد أو فلتان الأمور أو انزلاقها ما بعد نقطة اللا عودة لنا، وإنما العراق سيكون ساحة لأي مواجهة محتملة. والعراق خبر هذه المواجهات وخبر الحروب تقريبا منذ عام 1980، والعراق هو في صراع مستمر ويدفع الثمن إلى اليوم. فلذلك هناك رأي عراقي أن يكون هناك سياسة خارجية جديدة. منذ العام 2003 وحتى وصول عبد المهدي كانت هناك سياسة ثابتة، هي سياسة النأي بالنفس، وتم تكرار هذه السياسة وتم اعتمادها وتم التذكير بها دائما، علما أن هناك أشياء لا يمكن إخفالها، منها العلاقة التي تجمع بغداد بطهران والعلاقة التي يمكن لبغداد أن تلعبها مع بقية العواصم. لذلك تم انتهاج سياسة جديدة هي مغادرة النأي بالنفس إلى ما يسمى بالحياد الإيجابي، أو يعني مواقف مغادرة المنطقة الرمادية إلى منطقة المواقف والمبادرات. وهذا ما حصل. معلومات الميادين لنا أن هناك مبادرة يقدمها العراق تهدف للتهدئة بين طهران والرياض. اليوم الرياض غير الرياض بعد العام 2003 وموقفها من العراق، لذلك هناك هدف هو على الأقل التهدئة في المرحلة الآنية، ومن ثم السعي بشكل جدي للتهدئة، واعتبار العراق هو قناة التواصل بين العاصمتين بهدف الوصول إلى نقطة تكون هي نقطة البداية. هذه النقطة هي اجتماع بين قيادة السعودية والقيادة الإيرانية أو ما يمثلها في العاصمة العراقية بغداد، من أجل صياغة مبادرة تشابه الاتفاقيات التاريخية التي كانت تعقد سابقا. ممتاز. يعني نحن نترقب هذا الاجتماع بين قيادات سعودية وإيرانية في بغداد. وهنا أريد أن أسألك، لأنك أشرت إلى مسألة أن الرياض اليوم لم تعد رياض العام 2003 في العلاقة مع العراق، كيف تبدو العلاقة العراقية السعودية الآن عبد الله؟ كيف يمكن وصفها؟ يعني يمكن وصفها أنها أفضل من ما مضى. يعني منذ العام 91 منذ الغزو العراقي للكويت كان هناك موقف من العراق، استمر هذا الموقف إلى العام 2003. بعد العام 2003 كان الموقف العربي موقف متشدد من العراق، ربما هناك يعني دول عربية كان لها موقف اشتركت فيه واعترفت بالحكومة العراقية وبالنظام السياسي العراقي الجديد، وهناك موقف طبعا من دول عربية وعلى رأسها دول خليجية ومنها طبعا الرياض، هو موقف متشدد، عدم الاعتراف بالحكومة، عدم التعاطي، عدم إيجاد تبادل دبلوماسي، رغم المبادرات العراقية المتكررة. طبعا هذه ارتفعت وفق خطوط بيانية، ارتفعت تشددا في عهد ولاية المالكية الأولى والثانية، وعادت وانخفضت بعد ذلك، وعادت اليوم لتبادر السعودية لفتح قنوات تواصل. يعني عدا مسألة تهدئة، زيارة السيد عادل عبد المهدي هي أيضا في إطار تعزيز العلاقة مع السعودية، يمكن وضعها أيضا في هذا الإطار، أم الهدف فقط وساطة؟ نعم، يحاول عبد المهدي أن يترك بصمة
نعم لانا، يحاول عبد المهدي أن يترك بصمة في ولايته، بصمة نجاح على صعيد السياسة الخارجية تتمثل بإيجاد نقلة نوعية جديدة في علاقة العراق مع السعودية، علما أن يعني عبد المهدي يحاول أن ينتهج هذه السياسة سريعا، يحاول أن ينجز شيء سريع. عبد المهدي لانا نجح في أن يكون متكفلا لتطورات التصعيد التي تبعت احتجاز الباخرة الإيرانية واحتجاز الباخرة البريطانية، وكان هناك دور عراقي واضح في هذه المسألة بشخص عادل عبد المهدي. هو يحاول أن يوجد نموذج ثاني لنجاح السياسة الخارجية العراقية عبر مسعى للجمع بين طهران والرياض، يكون ذلك في بغداد وبإشرافه وعلى يد مبادرته التي لم تتضح معالمها حتى هذه اللحظة إلا ما علمته الميادين، السعي سريعا لإيجاد قنوات تهدئة، إيجاد قناة تواصل بين الجانبين تتمثل بالعراق، وكذلك محاولة جمع هذين الطرفين في العاصمة العراقية بغداد من أجل صياغة مبادرة تهدئة على الأقل تشمل جميع ملفات المنطقة التي تختلف فيها العاصمتان. شكرا جزيلا لك زميلنا عبد الله بدران، مدير مكتب الميادين في العراق، كنت معنا من العاصمة العراقية.